أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، والبداية بالعناوين. بعد أن قام أحدهم بيتا في طريقهم عمال كهرباء غير قادرين للوصول إلى محطة كريتر التحويلية. وصحيفة عربية تقول مبنى الأيتام في صنعاء أبواب وغرف تشبه السجون. وعراقيل حوثية أمام الجنرال الحديدة وفريقه. أصدرت جماعة الحوثي المسلحة قراراً يقضي بحظر استيراد البن وقشوره وغلاته إلى اليمن بعد سلسلة اجتماعات مع المزارعين ومصدري البن اليمني للخارج بغرض فرض الضرائب على المنتج واحتكار تجارته لصالح الجماعة، وفقاً لموقع يمن مونيتور والذي عنوان خطة حوثية لفرض ضرائب وجبايات على البن اليمني. وقال مراسل يمن مونيتور في صنعاء أن جماعة الحوثي استدعت جميع تجار ومزارعي البن إلى وزارة الصناعة والتجارة الواقعة تحت سيطرتها، وطلبت منهم بالأرقام الكمية التي تباع وتصدر إلى الخارج قبل إصدار قانون حظر الاستيراد إلى اليمن الذي أعلنت عنه وزارتا الصناعة والزراعة. أضاف أن القرار الصادر عن وزارتي الصناعة والزراعة والري بحكومة الحوثيين غير المعترف بها سيسهم في فرض جبايات جمركية كبيرة في كافة الدوائر الجمركية في عموم الجمهورية على التجار والمستوردين في ظل وجود قرار يمنع إدخال أي شحنات من البن والقشر المستورد. وقال علي أحمد تاجر يعمل في تصدير شجرة البن ليمن مونيتور: تم استدعاؤنا نحن التجار ومزارعي البن اليمني لوزارة الصناعة والتجارة بحضور ممثلين عن وزارة الزراعة والري وعقد جلسات مطولة لإقناعنا بالكشف عن كميات المحصول والأماكن التي نبيع فيها. أضاف: تأتي هذه الاجتماعات بحجة إعداد استراتيجية وطنية لتنمية الصادرات السلعية غير النفطية وهي البن للسيطرة على سوقه التجاري من قبل مسؤولين حوثيين. وتابع قائلا: للأسف نحن ندرك تماما أن هناك محاولات لنهبنا تحت مسميات وطنية مثل التراجع في الإنتاج والتصدير للبن. وقال: نحن تجار، من المفترض أن يحاربوا شجرة القات التي تشهد يوما بعد آخر انتشارا رهيبا ويجتمع بالمزارعين الذين يقومون بزراعة هذه الشجرة. السلام وبيرق القوة الغاشمة، تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسين سعيد نعمان مقاله الذي تنشره بالقيس مضيفا فيه: كان الحوار الوطني أبرز مسار في تاريخ اليمن نحو هذا النوع من السلام، وبسبب غياب هذه القوة رفعت جماعة الحوثي بيرق هذه القوة الغاشمة في لحظة تاريخية فارقة كان مشروع الدولة فيها قد تهيأ للانطلاق. فما الذي يجعلها تقبل السلام الذي انقلبت عليه وعلى شروطه ومرجعياته بعد كل هذا النزيف والدمار؟ ترى ما الذي استجد من شيء يجعلها تفكر في ذلك؟ فخيار السلام على النحو الذي يراد للأمور أن تستقر عنده يقدمها كمنتصر من خلال تمسكها بكامل منظومة انقلابها. وعندما يتحدث بعض قادة الحوثيين عن ما يعتقدونه شروطاً ضرورية للتفاوض، فلا بد من إدراك المسار الذي يراد للسلام أن يتجه إليه بموازين المعادلة التي استقرت على الأرض حتى الآن. صحيح أن المشروع الطائفي الكبير الزاحف على المنطقة والذي انقلبت هذه الجماعة على التوافق الوطني من أجله قد كسر في أهم مفاصله، وصحيح أن سيطرتها على البلاد كاملاً قد اندحرت بصورة أكدت أنها ملفوظة شعبياً وبقيت بسببه مجرد جماعة متمردة، غير أن لديها مشروعاً ستقذف به في وجه السلام في اللحظة المناسبة. فمشروعها الذي ستفاوض عليه يقوم على التمسك بجزء من البلاد كرهينة لإنشاء نظام طائفي لدولة يكرس الحديث فيها عن الأبناء بدلاً عن المواطن، وعن القبيلة والطائفة والمنطقة بدلاً عن الدولة، وعن النسب بدلاً عن المواطنة. المعتدي على التوافق الوطني لا يمكن أن يفكر في السلام، كل ما يفكر فيه هو تسوية تكون له فيها اليد الطولة.
لم يهنأ مقتحم المتحف الحربي بضاحية كريتر في مديرية الصيرة بعدن بعملية اقتحامه لهذا الصرح التاريخي واستحداث محل تجاري، فبعد أقل من 24 ساعة من تداول مواقع التواصل الاجتماعي صور المحل التجاري المستحدث في قلب المتحف، أزالت قوات أمنية بإشراف بلدية مديرية صيرة أثار الاعتداء. وعنون موقع المشاهد نت: مسلسل الاعتداءات على معالم عدن التاريخية من يوقفه؟ يعود تاريخ المتحف الحربي في عدن إلى العام 1918، حينها كان مدرسة للتعليم الأساسي والمرحلة الأساسية باللغة الإنجليزية. وفي 22 من مايو 1971 بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة وجلاء آخر جندي إنجليزي في نوفمبر 67، تم تحويله إلى متحف للتراث العسكري اليمني بقرار أصدره رئيس اليمن الجنوبي آنذلك سالم ربيع علي. ولكن كيف تجرأ أحد الأهالي وقام بالبسط على المتحف الحربي؟ وفقا لمدير عام مديرية صيرة خالد سيدو، فإن المشكلة بدأت منذ أكثر من 5 أشهر، وسبق للسلطات المحلية في المديرية إغلاق المحل المستحدث الذي يدعى الباسط أن لديه عقد إيجار من التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع. أضاف سيدو: في وجئنا يوم الأربعاء الماضي بفتح المحل مرة أخرى تزامنا مع حملة ميدانية قمنا بها بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة بالمديرية لتصفية الشوارع من البساطات المعيقة لحركة المواطنين والسيارات. وتشير تقارير المنظمات الدولية والمحلية ذات العلاقة إلى استحداثات وأبنية عشوائية داخل حرم عدد من المعالم التاريخية كصهارج الطويلة التي تم البناء داخلها وتسجيل ما يربو على 30 اعتداء، بالإضافة إلى البناء العشوائي بجوار مبنى المجلس التشريعي التاريخي بعدن أو ما كان يوما كنيسة القديسة ماري تريزا، وتغيير معالم الحصن التاريخي في جبل البدري بكريتر والذي تحول إلى مسكن، غير أن التدمير الذي تشهده عدن لمعالمها وأثارها يكشف عن منهجية متعمدة بحسب تقرير منظمة مواطنة الصادر أواخر 2018. تقرير أشار إلى أن الموروث الثقافي لعدن تعرض منذ عقدين ونصف للهدم والتخريب والنبش والبناء العشوائي من قبل عصابات الفيدي والنفوذ. عملية بسط على أرض أيضا في عدن، لكنها تبعث على السخرية من الحال الذي وصلت إليه، حيث شكى عمال محطة تحويلية في كريتر من عدم قدرتهم على الوصول إلى المحطة، والسبب أن أحد الناهبين قام بالبسط على الطريق المؤدي إلى المحطة. وعنون موقع عدن الغد: عدن تناشد البسط على محطة كهرباء تحويلية في كريتر. وقالت مؤسسة الكهرباء أنه تم البدء بالبسط على محطة الكهرباء التحويلية بجانب المتحف في كريتر، وأشار بيان المؤسسة إلى أن العمال أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى المحطة، وحذرت المؤسسة من وقوع كارثة في حال استمر البناء. وقال البيان أن عدم قدرة العمال على الوصول إلى المولدات قد يؤدي إلى انفجارها لاحقا وعدم معرفة ما يحدث لها. كيف يعود التاريخ إلى الوراء ألفي عام ولا ينتقي من هناك غير أسواق النخاسة وسيوف الحديد والخطاب الهمجي؟ هذا ما نعيشه نحن ونراه ماثلا في بلادنا وفي بلدان أخرى. الكاتب الأردني إبراهيم جابر إبراهيم يحاول الإجابة على السؤال في مقال نشر في صحيفة الغد. في كل سنة نعود للوراء 10 سنوات ونحطم بمعاولنا المسنونة كل حلم قد يحملنا إلى مصاف الأمم المتحضرة، وكأننا نتوق إلى جاهليتنا الأولى. انهار حلمنا القومي ثم انكمش مشروعنا الوطني، حتى صارت الحارة والعشيرة هي أيضا مقسمة إلى بيوت صغيرة مكتفية بذاتها وأناها المريضة المتورمة. لم يترك الحريق العربي شيئا لم يأتي عليه، لم يترك فكرة مثالية ولا بقرة مقدسة ولا تمثالا معتدا بحاله، بل حطم كل ذلك وتركنا نعيد النظر كل ليلة في كل مثالياتنا، وجعل كل شيء على الإطلاق عرضة للشك وإعادة النظر فيه. لم تعد هناك مسلمات لدى العربي، كل شيء تحطم وسقط من عليائه الشاهقة، ولم تكن فكرة سقوط الحاكم الدكتاتور أعظم ما حدث في هذا الحريق، فقد سقط المثقف وسقطت النخب
وسقط الشعر، وسقطت الأيديولوجيا، وسقط اليسار، وسقط الوطن، وذبح الدين الذي دائماً ما أحيط بكل أشكال الحصانة. كل ذلك سقط في الامتحان الصعب، ولم ينج شخص أو فكرة، ولم تنفع النظريات التي تمترسنا وراءها عقوداً طويلة في صد النار عن أثوابنا، وكل الكلام الذي أنفقناه طيلة سنوات وعقود عن افتداء الأوطان والموت دونها كان لغواً لم يصمد أمام أول هبة. فاشتبك المواطن مع الوطن في حرب أتت على كليهما، لم يترك الحريق العربي بيتاً آمناً لتدخله، فأنا أقمت؟ أنت محاط بالشكوك والاتهامات الجاهزة، ولا يقين يكفيك أو يكفي عائلتك لليلة واحدة. كيف يعود التاريخ إلى الوراء 2000 عام ولا ينتقي من هناك غير أسواق النخاسة وسيوف الحديد والخطاب الهمجي الذي يجعل الإنسان يقدر بعدد الكيلوغرامات؟ وكل ذلك حرب مع طواحين هواء، مع عدو متخيل، حرب تحكمها فكرة أننا مستهدفون رغم أننا في الحقيقة لسنا على بال أحد. والعالم لديه من الانشغالات العلمية والأفكار الثمينة والمشاريع التي تخدم الإنسانية ما يجعلنا في ذيل اهتماماته، ولسنا على طاولة أبحاثه العلمية أبداً، لكننا نوشك ربما أن نصير ككائنات غريبة تستحق الدراسة. تتحدث صحيفة الشرق الأوسط عن ما يحدث في الحديدة وعن عدم وجود أي تقدم، وعنونت عراقيل حوثية أمام جنرال الحديدة وفريقه. وقال مصدر مطلع في البعثة للشرق الأوسط: لقد حدث انخفاض كبير في التصعيد على الأرض منذ إنشاء 5 مراكز مراقبة على طول الخطوط الأمامية لمدينة الحديدة، وهناك زيادة ملحوظة في عدد التقارير التي تفيد بوجود أعمال عنف خلال الأسبوع الفائت، ولا يزال الوضع متقلبا رغم انخفاض واضح في عدد الحوادث المبلغ عنها والمستوى العام للعنف منذ إنشاء المراكز 5. ضاف المصدر: هناك صعوبات لوجستية لا تزال تواجهها بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة الإنسانية إلى جانب مراكز المراقبة المشتركة 5، مشددا على أنها تعول على التزام الطرفين بالعمل على حل جميع المسائل اللوجستية المعلقة. ويعزز ذلك ما ذكرته مصادر يمنية تحدثت مع الشرق الأوسط عن أن الجنرال أبهجيت جوها رئيس البعثة الأممية يعد وضعه وفريقه شبه معتقلين تحت سيطرة الميليشيات وغير قادرين على التحرك والتحقق بحرية. وبعد أقل من شهر سيبلغ عمر اتفاق الحديدة عاما كاملا من دون أن يحقق تلك النجاحات المرسومة له، لكن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث قال في حديث قبل أسبوعين مع الشرق الأوسط أنه يرى بعض البوادر الإيجابية، في إشارة إلى استحداث غرفة مراقبة مشتركة بين الحكومة والحوثيين ومقرها سفينة أممية قبالة الحديدة، وإنشاء 5 نقاط مراقبة في خط التماس في الحديدة بمشاركة الحكومة والحوثيين أيضا هدفها مراقبة وتثبيت وقف إطلاق النار. في عهد ميليشيا الحوثي زاد عدد الأيتام إلى ما لا يمكن أن يحصى، فخلف كل قتيل يسقط برصاصها وألغامها يخلق المزيد من الأيتام. وفقا لصحيفة العرب الجديدة التي تحدثت عن ما يجري للأيتام في صنعاء، مأساة 800 طفل داخل دار رعاية أيتام في صنعاء، جوع وبرد. يستيقظ الطفل اليمني أحمد جوهر كل صباح في حجرة يتقاسمها مع 5 من زملائه في دار لرعاية الأيتام في العاصمة صنعاء. يذهب لتناول وجبة الإفطار حسب ما هو متاح من طعام في ظل شح المواد الغذائية قبل أن يتوجه إلى المدرسة التي تفتقر لأبسط وسائل التعليم. تضم دار الرعاية نحو 800 يتيم غالبيتهم من الأطفال وأصغرهم في سن 7، وتفتقر مؤسسة الرعاية الاجتماعية إلى أبسط الضروريات المعيشية، وتتفاقم أوضاعها يوما بعد آخر في ظل غياب الدعم الذي يضمن حياة كريمة للأيتام وانعدام أي التفاتة إنسانية حكومية لتحسين أوضاع الأيتام الصغار. زار العربي الجديد دار رعاية الأيتام في صنعاء وتعرف عن قرب على تفاصيل العيش داخلها ورصد أوجه القصور التي تعاني منها. يقول الطفل أحمد جوهر: نحن جائعون إذ لا نتناول الطعام إلا بكميات قليلة لا تكفي لسد جوعنا، كما لا تتوفر بطانيات وأغطية كافية في فصل الشتاء حين تزيد قسوة البرد. ورصدت كاميرا العربي الجديد الغرف غير الملائمة للعيش والتي لها أبواب تشبه أبواب السجون، كما أن أسرة النوم مهترئة ويوجد نقص كبير في الأغطية،
في فصل الشتاء تتضاعف معاناة الأيتام الذين يضطرون للاستحمام بالماء البارد الذي لا تتحمله أجسادهم الصغيرة، كما أنهم يغسلون ملابسهم بأيديهم بسبب انعدام أجهزة الغسيل الكهربائية، فضلا عن عدم توفر التيار الكهربائي داخل الدار في معظم الأوقات. أطلق النار لتحدث عاهة كيف تعكس أفكار سياسة ترامب جرائم الحرب الإسرائيلية. تحت هذا العنوان كتب مؤلف كتاب صلب أمريكا سي جي ويرليمن مقاله الذي ترجمه علاء الدين أبو زينة ونشرته صحيفة الغد. هل جاء اقتراح ترامب الوحشي بإطلاق النار على المهاجرين من أمريكا اللاتينية في سيقانهم من طريقة إسرائيل في الاعتداء على المحتجين الفلسطينيين؟ من المستحيل معرفة من أين يحصل ترامب على أسوأ دوافعه وأكثرها وحشية، نظراً لأننا نعرف أنه ليس طالباً للتاريخ. في حديثه مع مجلة نيويوركر قال توني شوارترز الذي كان ترامب قد استأجره ليعمل لديه في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي في تأليف كتاب فن الصفقة إن العنوان الأنسب للكتاب سيكون المعتل اجتماعياً. وقال شوارترز إن ترامب يعرض مستواً مذهلاً من المعرفة السطحية والجهل الواضح، وأضاف أشك بشدة أن يكون ترامب قد قرأ كتاباً في أي وقت من حياته كبالغ، مشيراً إلى أنه لم يرى يوماً كتاباً على طاولته أو في مكتبته أو في شقته. لكن الواضح مع ذلك هو أن الشاغل الحالي للبيت الأبيض يضع اقتراحات سياسية فورية جاهزة للتغريد على تويتر من دون استشارة أحد أو إجراء أي بحث مسبق. الواضح أيضاً هو أن ترامب هو تلميذ نجم للرئيس الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي لم يتعلم من معلمه فحسب، وإنما أضاف مبادرات قاسية من تلقاء نفسه. هل يمكن إذن أن يكون ترامب قد حصل على فكرته الهمجية عن إطلاق النار على المهاجرين من أمريكا اللاتينية في أرجلهم من نفس نوع السياسات الوحشية التي أخرجتها حكومة نتنياهو من الجراب للشعب الفلسطيني؟ يقدم هذا الرد فكرة واضحة عن مستوى الاستخفاف المرعب الذي ينطوي عليه الرئيس الأمريكي تجاه المهاجرين. هل هو كثير حقاً الاعتقاد بأن إطلاق إسرائيل النار على متظاهرين فلسطينيين غير مسلحين هو مصدر إلهام ترامب ورغبته في إطلاق النار على اللاجئين العزل على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، بالنظر إلى أن الرئيس يفتخر بكونه ملك إسرائيل؟ نشرت الجارديان مقالاً كتبه سيمون جينكيز يتساءل فيه عن الحروب التي تخوضها الدول الغربية دون أن تكون أمام تهديد حقيقي. يرى سيمون أن الولايات المتحدة هي أكثر دول العالم ميلاً للحرب وأكثرها تعصباً للهوية الوطنية، فالناس في أمريكا يرفعون العلم الأمريكي في كل مكان ويرون الأعداء في كل مكان. أيضاً فالرئيس ترامب تعرض لانتقادات واتهم بالخيانة حتى من أنصاره عندما أعلن سحب قواته من سوريا. أما الدولة الثانية في ترتيب الدول الأكثر ميلاً للحرب فهي بريطانيا، وإن كانت أقل بكثير من الولايات المتحدة. أضاف أن الأمريكيين يواصلون حرب 11 من سبتمبر أيلول بعد 18 عاماً من شروعهم فيها، ويخوضون المعارك في أفغانستان والعراق وسوريا، وكذلك تفعل بريطانيا بطريقة غير مباشرة. ومع هذا يقول الكاتب ليس هناك أي مؤشر مهما كان بسيطاً على قرب الانتصار في هذه الحروب. ويتابع سيمون الرؤساء الأمريكيون الثلاثة بوش الابن وأوباما وترامب كلهم عبروا عن عدم تحمسهم للحرب قبل أن يصلوا إلى الحكم، ولكنهم دعموها عندما استلموا السلطة. ولكن يبدو أن الأمور بدأت تتغير، فقد بين استطلاع للرأي أن 62% من الأمريكيين يعتقدون أن حرب أفغانستان لم تكن ضرورية، ويرى 59% منهم أن حرب العراق أيضا لم تكن ضرورية. وبين استطلاع الرأي أن قدام المحاربين أكثر اعتراضا على هذه الحروب. ما زلنا في جولتنا بين الصحافة البريطانية والتي ترجمت مقتطفات منها لصالح شبكة البي بي سي، حيث نطالع من صحيفة التايمز مقالا افتتاحيا تتوقع فيه الصحيفة أن يندم الديمقراطيون على محاولة عزل الرئيس دونالد ترامب. وتساءلت الصحيفة هل يندم الديمقراطيون على محاولة عزل ترامب؟ تقول الصحيفة أن إجراءات النظر في مسألة العزل تجري حتى الآن وفق ما كان متوقعا لها، بمعنى أنها تسير في طريق مسدود.
وبعد أسابيع من جمع الأدلة بطريقة سرية فتح مجلس النواب الجلسات العلنية، وما أن أغلب الأدلة السرية سربت لم يبقى الكثير لتكشفه الجلسات العلنية. ولا تتوقع تايمز أن تأتي الجلسات المتبقية بجديد، فالأغلبية الديمقراطية ستقرر عزل ترامب ثم يأتي الدور على الأغلبية الجمهورية لتبرئه. تبرئه هذا لا يقلل بأي حال من خطورة التهم الموجهة للرئيس الأمريكي، فهو متهم بتقديم مصلحته الخاصة على مصلحة البلاد. التايمز ترى أن الديمقراطيين لا يملكون الدليل الذي يسمح لهم بعزل ترامب، لأن ما فعله لا يشكل خيانة عظمى ولا جريمة كبرى تبرر عزله من المنصب. وقد اعترفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بذلك لاحقا، وكل ما يرجوه الديمقراطيون الآن هو أن تؤدي الجلسات العلنية المنقولة على التلفزيون إلى تحول في الرأي العام ضد رئيس ترامب إلى درجة تجعل أعضاء مجلس النواب الجمهوريون يغيرون موقفهم منه. ولكن استطلاعات الرأي الأخيرة بيّنت أن شعبية ترامب ارتفعت. أهم أحداث الأسبوع كما روتها صحيفة الجارديان البريطانية عبر الصور والتي تم التقاطها من مناطق مختلفة حول العالم، نتابعها في جولتنا المصورة اليوم. فن الكاريكاتير ينقل الكثير من الأفكار عبر خطوط ورسومات وألوان بسيطة متاحة للجميع، لكن أثره يظل عميقا ولزمن أطول. مجموعة من رسمات الكاريكاتير نتابعها في جولتنا التالية. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير وصلنا معكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج كشك الصحافة. يا منها.